جريمة من أبشع الجرائم اللي مرت علي واللي ممكن تسمع فيها يا عزيزي المتابع. جريمة هزت مصر في التسعينيات. مجرمين متجردين من الإنسانية والعواطف والرحمة، أعماهم الطمع في مذبحة مدينة نصر. هذا اللي راح نتكلم عنه في الفيديو اليوم، فعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة ولا تنسوا الجرس، ويلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ. مدينة نصر، واحدة من أحياء العاصمة المصرية القاهرة. كان تسكن في هذه الحي بالتسعينات عائلة صغيرة سعيدة ميسورة الحال، مكونة من الأب هاني محمد كمال الدين، ماني متأكد من الصورة بس هذه اللي حصلتها بعد البحث، والأم المهندسة نانيس أحمد فؤاد وعمرها 33 سنة، والأبناء هدير أو هديل الإبنة الكبرى وعمرها 5 سنين، وأنس آخر العنقود وعمره 3 سنين. أسرة صغيرة يا دوب تبتدي مشوارها في الحياة، وأطفال لسه ما شافوا الدنيا، وحياتهم طبيعية جدا مثل أي عائلة ثانية. المهم في يوم من الأيام من أواخر عام 1997، قرر الزوجين هاني ونانيس إنهم يعملوا تجديد لشقتهم، يعني أعمال صيانة ودهانات. فطلع الأب هاني يشوف عمال يشتغلون لهم هذه الأمور، فلقى 3 عمال: محمد زكريا علوان 22 سنة، وأخوه سيد زكريا علوان 27 سنة، وابن خالتهم محمد خورشيد نصر الدين 24 سنة. واتفق معهم على موعد يجوا فيه للشقة ويشوفوا المقاسات وإيش الأشياء اللي يحتاجوها عشان يبدوا شغلهم، يعني عاينوا الموقع. وبالفعل راحوا العمال 3 على الموعد، ووصلوا للشقة وصاروا يعاينوا الموقع. وكانت الأم نانيس متعودة إنها تلبس مجوهرات على طول، فخلال المعاينة لاحظوا هذا الشيء، وبعد ما انتهوا من المعاينة حددوا طلباتهم وأغراضهم، وطلبوا من هاني دفعة مقدمة عشان يجهزوا أغراضهم ويبتدوا عمله. فقال لهم ماشي حاضر، وطلب من زوجته إنها تجيب الدراهم من الخزنة في غرفة. فجابتها وعطاهم، وبعدها مشوا على أساس إنهم بيرجعوا مرة ثانية جاهزين للعمل. ولكن يا عزيزي المتابع، لما خرجوا بدأ الشيطان يلعب بعقولهم، خصوصا لما شافوا المجوهرات اللي تلبسها نانيس، وفي بالهم بما أن الموضوع فيه خزنة فمعناته هذيل مريشين ومعينين خير. فمن هنا قرروا إنهم يسرقوا الشقة في أقرب فرصة، فاتفقوا مع بعض على خطة السرقة بحيث يكون الأب مو موجود في البيت، ويصفى لهم الجو مع الزوجة والأبناء، وينهوا الموضوع ويأخذوا المسروقات ويمشوا. وفي اليوم الثاني راحوا للشقة من الصباح ناويين ينفذوا مخططهم الإجرامي وينتهوا من العملية، فلما دقوا الباب إلا ويتفاجئوا بالأب يفتح لهم. فارتبكوا وتحججوا بأنهم يبغوا يعرفوا إيش الألوان المطلوبة للدهان. هنا الأب صدقهم ودخلهم عنده وشربوا معه شاي، وبعد ما قال لهم على ألوان الدهان مشوا. فبعد ما مشوا قالوا ما ينفع هذا الكلام، لازم نراقب العمارة لين تيجي الفرصة المناسبة بخروج الزوج من الصباح ونبدأ التنفيذ. وبالفعل بقوا مراقبين العمارة لين خرج الزوج وراح لعمل، وهنا بدأوا بتنفيذ المخطط، ومو أي مخطط يا عزيزي المتابع، إلا من أبشع المخططات الإجرامية. فطلعوا 2 وهم متجهزين معهم سلاح أبيض، سكين صغير يسموها حبايبنا المصريين مطوة قرن غزال اللي هي هذه، والثالث بقى مستني تحت منتظر ينده عليه. فلما وصلوا عند الشقة دقوا الباب إلا وتفتح الزوجة نانيس عز المطلب، فتفاجأت بجيتهم في هذا الوقت، فقالوا لها جينا نستكمل الأعمال، فقالت ماشي تفضل، ورحبت فيهم وراحت المسكينة للمطبخ تعمل لهم الشاي. وخلال هذا الوقت زهموا على الثالث، وبمجرد وصوله راح محمد خورشيد ورا الزوجة للمطبخ وكتم أنفاسها بيده، وسيد زكريا يمسك يدينها عشان ما تقاوم، والحكم محمد زكريا وطلع المطوة وبدأ يطعم في بطنها، وخلال ثواني إلا ويتنافر الدم بالأرض وتطيح الأم نانيس جثة هامدة.
الأخ اللي جاي أصعب يا عزيزي المتابع. قلبي موجوع من اللي بيصير. فبعد ما قتلوها أخذ المجوهرات اللي عليها، وكان وقتها ابنها أنس صاحب 3 سنوات شايف اللي صار بالتفصيل، وصار يصارخ ويبكي يا عيب مرعوب. فأخذوه بالقوة دخلوه الدولاب في غرفة النوم وقفلوا عليه وهو مستمر يصارخ، والفجر لسه مكملين التنفيذ، وراح سرقوا الأشياء الثمينة في الشقة من أموال ومدخرات ومجوهرات. وخلال هذه الأوقات سمعت هديل بنت 5 سنوات صراخ أخوها الصغير، فراحت تشوف إيش الحكاية إيش اللي صاير. فأول ما جت عينها إلا على أمها جثة غرقانة بدمها وبوجهها هذيل الملاعين، فراحت تبكي وتقول ماما ماما ليه سويتوا فيها كذا بنت صغيرة. فهنا اشتغل عند عديمي الإحساس الحس الأمني، وخافوا منها تفضحهم خصوصا إنها عارفتهم من زيارتهم في المرة الأولى. فراح الثلاثة مثبتينها وصاروا يخنقوها بالإيشار اللي هو الوشاح أو اللي يستخدموه للحجاب والتغطية لين فارقت الحياة ولحقت أمها. وفي هذه اللحظات كان صراخ الطفل أنس مستمر، وكانت صرخاته تزداد أكثر وأكثر. فطلعوه من الدولاب وتعاونوا عليه الثلاثة، والله شيء كذا في القلب. واحد بدأ يخنقه بيده، والثاني يغم عليه بالمخدة، والثالث ختمها بالطعن. إيش هذا الفجر والإجرام؟ المهم بعد ما انتهوا من هذه الكارثة اللي عملوها، وبعد ما أخذوا اللي يبغوه من المسروقات، طلعوا من الشقة وقفلوا الباب وراهم، وحطوا رجولهم بعد ما خلفوا وراهم جريمة من أبشع الجرائم اللي تقطع القلوب. ومع نهاية الدوامات رجع الأب هاني من عمل مثل أي واحد راجع من دوامه مشتاق لزوجته وأولاده. فأول ما وصل لباب الشقة جاء بيفتح الباب، وبمجرد ما فتح الباب إلا ويشوف ذاك المنظر البشع، زوجته وأبنائه اللي مشتاق لهم وعلى نار لشوفتهم جثث هامدة تسبح بدمها مفارقين الحياة. فصار يصارخ بشكل هستيري ويستغيث بالجيران لين تجمع الجيران وحضروا للشقة وبلغوا الشرطة على الجريمة. فجت الحكومة المسرح الجريمة وأخذوا الأدلة وبدأوا يباشروا في التحقيقات والتحريات. وبعد عمل طويل من التحقيقات والتحريات يا عزيزي المتابع توصلوا للمجرمين وقبضوا عليهم، وخلال التحقيق معهم اعترفوا بجريمتهم بالكامل وبالتفصيل وأقروا فيها. وهذا فيديو يبين المجرمين وهم يمثلوا جريمتهم، ولاحظوا حتى براد الشاي باقي على الغاز. وبعد ما قبضوا عليهم تسابقوا الصحفيين يعملوا معهم مقابلات، فكانوا حديث الشارع المصري في ذاك الوقت، وجريمتهم أثارت الرأي العام وهزت المجتمع المصري والعربي، شيء بشع للغاية. وهذه جزئيات من المقابلات معهم. محمد زكريا مش كده؟ أيوه. تشتغل يا محمد؟ اشتغلنا إيش؟ وانت الحدوتة اللي حصلت دي فظيعة قوي يا محمد مش كده ولا إيه؟ لكن انت ضميرك كان فين وانت بتموت نانيس بالمطوة؟ وانت بسلامتك عندك كم سنة؟ انا عندي 22. وابن خالك عنده كم سنة؟
مش عارف، عنده تقريبا 24، اكبر مني وحاجات بسيطه. هو اللي خطط؟ كان الساعه كام؟ كنت الساعه حوالي 10:30 11. امتى؟ الصبح. 10:30 11 الصبح. الصبح يا ساتر، في عز النهار يعني. يعني انتوا عملتوا العمليه دي في عز النهار؟ ايوه. خططتوا بقى وانتهيتوا الى انه تقتلوا الست؟ طب ما تسيبوا عيالها يا اخي. حضرتك ايه؟ ما انا مش فاهم قصدك. ايه قول، هتقول ايه؟ والله العظيم ما حد عارف اللي حصل. يا اخي والله انا بمسك، والله العظيم شوف انا يعني بمسك اعصابي وانا بكلمك. انت ابن خاله؟ تشتغل ايه؟ نقاش. زي برضو محمد. انت اللي ترمى في حضنك الولد الصغير؟ انا اللي فتحت عليه الدولاب، كان محمد حطه في الدولاب. وسمعت صوته بيصرخ، فبقول له هو فين الواد؟ قال لي ده في الدولاب. فجيت جري فتحت الدولاب وخدته في حضني. اول ما فتحته هو ارتمى في حضني، فانا اللي حطيت ايدي على بقها وكتفتها. بايه؟ بايديا. هي كانت مدياني ظهرها، فيدوب على ما دخلت ادتني وشها، حطيت ايدي على وشها. ليه حطيت ايدك على وشها؟ علشان ما تطلعش صوت. قامت هي لقيتها بصيت لي كده وقالت لي ايه؟ خدوا كل حاجه. قال ماما في ايه؟ ماما انتوا بتعملوا ايه؟ قلت لها مين بيقول كده؟ البنت الصغيره. عندها كام سنه؟ مش عارف. هو انت بعد الواد ما جه في حضنك الصغير مين اللي قفل عليه؟ يعني مين اللي خلص عليه؟ سيد زكريا علوان. سيد زكريا علوان، عندك كم سنه يا سيد؟ 27 سنة. يعني انت اكبر الولاد. عملت ايدك اليمين دي ايه؟ كان الطفل عمال يصرخ جامد. مش سامعك. طفل عمال يصرخ جامد. طفل عمال يصرخ جامد. وبعدين حاولت اسيس العب اي حاجه. اما احاول ان انا اسكت فيه عشان الواد في لحظه كده لقيت الواد عمال يصوت صوت بطريقه رهيبه. هيفضحكم. لكن انت بقى عملت ايه بقى؟ الواد بقى فضل يصرخ وبعدين لحظه لقيت نفسي فقدت الوعي. على مالك عشان افهم منك؟ فقدت الوعي خالص. بس الواد عمال على زمارة رقبته، لقيته سكت شويه. وانت بتشوف الاطفال في الشوارع وحاجات كده، ما عندكش قلب ولا ضمير ولا حاجه؟ غصب عنك ازاي؟ قول لي غصب عنك ازاي؟ انت بايدك دي يعني بصوابعك دي خنقت الولد؟ طب اعمل ايه؟ بيقولوا لي لازم تتمالك اعصابك خصوصا مع اللي خنق الولاد. لكن انا مش قادر يا اخي. يعني عمال افتكر المشهد. طب المشهد ده انت بتحلم بيه؟ والله العظيم ما دوتش. بتحلم بيه؟ رد على سؤالي. ما دوتش النوم لغايه دلوقتي. ما دوتش النوم لغايه دلوقتي عشان عملت المشهد ده؟ لا، ده البنت كانت قبل الواد. البنت قبل الواد؟ يعني انت استخدمت الاشارب مع البنت؟ لا، ما كان في اشاربين. انا طلعت لقيتهم هم مخلصين عليها، ما شفتهاش حتى الست. انت بس كان اهتمامك الاطفال. دي انت مصيبتك اكبر. تم الحكم على مرتكبين الجريمة بالإعدام، وقضت المحكمة بتنفيذ حكم الإعدام. ومن بشاعة هذه الجريمة أمر الرئيس المصري في ذاك الوقت حسني مبارك الله يرحمه بإعدامهم على الهواء مباشرة. وبالفعل تم إعدامهم، وبث ونشر وإذاعة إعدام المجرمين على الهواء مباشرة من خلال القنوات الرسمية. تقول لي إيه اللي حاضر في ذهنك دلوقتي؟ فكر في إيه؟ مفكر ان ربنا يسامحني. تستغفر ربنا دلوقتي؟ طبعا. ايه اللي حاضر في ذهنك دلوقتي؟ اللي حاضر في ذهني ان ربنا يرحمني، بس مش اكتر. رحمه ربنا مش اكتر. مش عايز تقول ولا حاجه حتى لربنا؟ دعاء حتى دعاء. وهو رفض الحديث معنا. يلا يا ابني يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا في الجناية رقم 20220 لسنة 97 مدينة نصر بمعاقبة كل من محمد زكريا علوان، محمد خرشد نصر الدين، سيد زكريا علوان بالإعدام شنقا، لأنهم بتاريخ 13/10/97 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة 1 قتلوا ننيس أحمد فؤاد عمدا مع سبق الإصرار.
بأن اتفقوا فيما بينهم على سرقة نقودها وحليها ومتاعها، وعقدوا العزم على التخلص منها. سعوا إليها نهارا بمسكنها حاملين سلاحا أبيض مطوى قرن غزال، مغتنمين فرصة وجودها محيدة. وإذ بلغوا المكان ظل ثالثهم بالطريق العام في انتظار استدعائه، بينما صعد الأول والثاني إلى المسكن وطرق بابه ودلف إلى داخله بعدما خدع المجني عليها وعليهما بأنهما حضر استكمال أعمال الدهان. وتلت هذه الجناية جنايتين أخرين، هما: ألف، قتل الطفل هديل هاني محمد كمال الدين عمدا. ب، قتل الطفل أنس هاني محمد كمال الدين عمدا. سرقوا الحلي الذهبية والنقود والمنقولات المبينة بالتحقيقات وصفا وقدرا وقيمة والمملوكة للمجني عليها نانيس أحمد فؤاد وزوجها هاني محمد كمال الدين حالة كونهم حاملين سلاحا أبيض مطوى قرن غزال. وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على تنفيذ حكم الإعدام حسب ما أشر به سيادتي على الحكم بتاريخ 14/4/98 وما جاء بكتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 22 إعدام المؤرخ في 15/4/98. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمد رسوله. تبت إلى الله، تبت إلى الله، ورجعت إليه، ورجعت إليه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. تبت إلى الله، تبت إلى الله، ورجعت إليه، ورجعت إليه. فرحم الله الضحايا. ومهما كانت المبررات، فإنه لا يوجد مبرر في الدنيا لقتل وإزهاق أرواح الأبرياء. هذه تفاصيل الأحداث حبيت أقدمها لكم، وفي النهاية نقول الله أعلم.